وكنت أردد في داخلي الله واحد والقلب واحد والعمر واحد ويح القبيلة كيف تفسد أرواحنا كيف تسرق أعمارنا كيف تقسم أحلامنا كالغنيمة وحين كبرت عرفت الحقيقة وأدركت أن القبيلة وهم وأن رجال القبيلة كانوا يدوسون أعرافها يفعلون الفواحش والموبقات الذميمة وأن قوانينهم من قشور وقش وأن حبال التقى عندهم من خيوط رميمة ويح القبيلة وكل طقوس القبيلة آمنت أن شيوخ القبيلة حمقى وأن رجال القبيلة حمقى وأن الطقوس التي كنت قدست قد وضعتها عقول سقيمة ويح القبيلة وتبا لكل رجال القبيلة وسحقا لجسم تغذى زمانا بدم القبيلة.